سنفور كسلان، هناك ما هو أكثر أهمية من النوم. استيقظ، فمن يستيقظ باكراً ينجز عمله بسرعة، والكسل لا يجدي نفعاً. لا أحد يحترمني. عليك أن تبتهج يا صنفور غضبان وتتمتع بكل يوم تعيشه. لا تنظر إلى الجانب اسمعني يا صنفور مازح، هناك مكان وزمان لكل إنها مفاجأة. أو شكراً لك، على الأقل صنفور واحد يحترمني. انظروا إلى أنفسكم أيها السنافر، تلعبون وتعبثون طوال النهار. إذا عرف بابا صنفور بهذا سيخيب أمله بكم. مهلاً، لم أنهي كلامي. لقد أنهيت حديثك منذ سنوات مسكر. مهلاً قوي. ما أردت أن أقوله إن العقل أيضاً يحتاج إلى تمرين، لذا أقترح عليك أن تقوم به. عندما لا يحترم السنافر سوى القوة، لا مكان للذكاء هنا في هذه المجموعة. لابد من طريقة أخرى لكسب احترام الآخرين. وجدتها، سأسنفر شيئاً عبقرياً، فمن بين كل السنافر أنا الأذكى والأكثر حذاقة. من هناك؟ بجوق! النجدة! 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 بجوق! قد أجد لدى السنافر ما يمكنني أن أكله لأسد جوع معدتي. بجوق قادم! بجوق قادم! بجوق قادم! باجوك يشتم الأطايب. باجوك يرى الأطايب. باجوك سيأخذ الأطايب. يا سيد باجوك، هذه مؤونة طعامنا للشتاء، وأنا أمرك بأن تعيدها فورا. بعد التفكير في الأمر يمكنك الحصول عليها. كم أن باجوك لئيم، أخذ كل مخزوننا. يجب أن يخجل من نفسه. أجل، قد يتساقط الثلج في أي يوم، وإذا لم نعد تعبئة المؤونة سوف نجوع كلنا هذا الشتاء. هذه كلها غلطتك أيها الصنفور مفكر. أنت من قاد باجوك إلى القرية. لن يحترمني صنفور بعد الآن إلا إذا أصبحت قوياً وبطريقة ما تمكنت من استعادة الطعام من باجوك. سأريهم أن لصنفور مفكر الذكاء والقوة أيضاً. سيلزمني من التمارين أكثر مما يمكنني تحمله. علي أن أتصرف بسرعة. كتب بابا صنفور العجيبة، لا بد من أن أحدها يحتوي على تركيبة تجعلني قويا. لا شيء، لقد تفقدت كل كتب بابا صنفور ما عدا واحداً. تركيبات القوة، لابد من أن يفيدني في شيء. قوي، أقوى، خارق القوة. تضمن هذه التركيبة لصاحبها قوة خارقة تفوق قوة الكائنات العادية. هذه هي المحاولة العاشرة، لابد من أن تنجح. وما الفائدة؟ لن أصبح قوياً على الإطلاق. لقد نجحت! لقد نجحت! والآن سأستعيد طعامنا من باجوك وأبرهن للجميع عن مدى قوتي. ماذا تقول بابا صنفور؟ عزيزي بابا صنفور، اعلم أني سوف أستعيد طعامنا من باجوك. الإمضاء مفكر، الصنفور الخارق. الصنفور الخارق؟ هذا لا يبدو جيداً. ما الأمر بابا
استخدم مفكر تركيبة منحته قوة خارقة، لكنه لا يعرف أنها تزول بعد ساعتين فقط. وقد ذهب ليواجه باجوق. أوه، مسكين المفكر. بسرعة، علينا أن نوقفه. موضوع الطيران هذا أصعب مما ظننت، لكن لا شيء يوقف السنفور الخارق. ها أنا الآن أطير. ها، لابد من أن هذا منزل باجوق. أسرعوا يا سنافر الصغار، أسرعوا أسرعوا. هاي باجوق، من هناك؟ ماذا تريد يا سنفور؟ ها؟ لست سنفورا، بل سنفور خارق. ارحل بعيدا، أنا آكل. أصمت، هذا الطعام ملك للسنافر ولا يمكنك الحصول عليه، هذا ما يقوله بابا سنفور. عليك أن تكون أسرع من ذلك يا باجوق. إنهض وقاتل مثل الغول. باجوك سيحطم السنفور ويطحنه طحنا، سوف ترى. لست سنفورا، بل سنفور خارق. آمل ألا نكون قد تأخرنا، لن يصمد مفكر أمام ذلك الغول. السنفور الخارق. أحلام سعيدة. والآن باجوك غاضب جدا. ما هذا؟ بسرعة، الحقوا بي. أحاول أن أجد طريقة سنفورة. انتبهوا، مفكر قام بهذا؟ هيا بنا، علينا أن نجده. مفكر؟ لقد نجحت يا بابا سنفور، لقد استعدت طعامنا، كله موجود هنا في هذا الكيس. مفكر، يجب أن أقول لك شيئا بشأني. كان يجب أن تراني يا بابا سنفور، كنت مدهشا. نعم لقد كنت. مفكر اسمعني، إن تركيبة القوة هذه. أوه بابا سنفور، ها قد أتى باجوق. فلنأخذ الطعام بسرعة ونرحل. أقول على حق، علينا أن نرحل من هنا. ليس بعد يا بابا سنفور، يجب أن ألقن باجوق درسا. مفكر، أنت تفقد قوتك. هذا ليس صحيحا بابا سنفور، أنا لا أفقدها، ما زلت قويا كما كنت. حسناً، لكان الوضع أسوأ، بقي أسبوع كامل قبل حلول الشتاء، أعرف هذا لأنه... أو حسناً، لا بأس، سوف يأتي الشتاء باكراً. بابا سنفور، إذا حصلت على تركيبة قوة خارقة أخرى فأنا واثق من أنني سأتمكن من... سنفر فمك يا مفكر. مفكر، هذه التركيبة تسبب المشاكل بدلاً من حلها. انظروا، باجوق سيأكل كل طعامنا. هذا إن لم أتمكن من منعه. مرحباً أيها الضخم. تدا، أنا هنا. ماذا يريد سنفور؟ أوه، أيها الكبير الضخم السخيف، أنا لست سنفوراً بل أنا سنفورة. لا. أوه سيد باجوق، لو كنت تعلم فقط كم نحتاج نحن السنافر الصغار إلى ذلك الطعام. أرجوك. باجوق يحتاج إلى الطعام أيضا. أوه بالطبع تحتاج إليه، فأنت كبير جدا وقوي، فكر في السنافر الصغار الجائعين. السنافر الصغار الجائعون؟ أجل، سنافر صغار يبكون في الليالي المظلمة الباردة لأنهم لا يملكون طعاما يسدون به رمقهم. أوه هذا يحزن باجوك جدا. وأنت سرقت لنا طعامنا أيها الفتى الشقي. أجل، أنت غول شقي للغاية، ألست كذلك؟ غول المشاغب. وسوف تعيد إلينا كل طعامنا، صحيح؟ لا. النجدة قوي، سوف أنقذها بابا سنفور. انتظر قليلا يا قوي، فما زلت أملك بعض القوة. لا أريد أن تؤذي نفسك يا مفكر. لا تقلق، لن أفعل، أنا سأنقذها. بابا سنفور شكراً.
أشعر بالجوع. وأنا أشعر بالبرد. كيف سنتمكن من استعادة طعامنا؟ لا أعلم يا سنفورة. بابا سنفور، أعرف كيف يمكننا أن نستعيد الطعام. صحيح؟ قل لنا كيف يا مفكر. أوه، احذروا من قادم على العشاء. أنا حساء الوخل شهي جدا. ماذا تفعل الصخور هنا؟ باجوك يحب الصخور المغمسة بالواحل. الصخور مقرمشة ولذيذة. علي أن أعترف يا مفكر بأن وضع الصخور كان فكرة سنفورية. شكرا يا بابا سنفور. العقل دائما يفوز على العضلات كما أقول دائما. بابا سنفور، انظر ماذا وجدت. وهناك شجرة كبيرة ملأ بها بالقرب من... حسناً، أنا لم أكن أعرف. على السناجب بأن تسنفر للشتاء أيضاً يا غبي. التفاح، سنفرها إلى هنا يا قوي. حاضر بابا سنفور، جميعاً فلنسلك هذا الاتجاه. أكره هذا الاتجاه. هذا سيسنفر الأمر. امتلأت كلها بابا سنفور. جيد، أصبح لدينا من المأكولات ما يكفينا طوال الشتاء. تساقط الثلج، تساقط الثلج. أنا أكره الأمر. لا يا سنفورة، أصبحت عجوزا على ذلك. هاي، من رماني بهذا؟ عجبا، إنه حقا رجل ثلج مسنفر. أقول أجل، غير أنني أشعر بالجوع كلما نظرت إليه. ما هذا؟ صوت الإنذار. حريق، حريق. أسرعوا. لا، المخزن. أسرعوا، سنفروا سطول الماء. اصطفوا من البحيرة، تحركوا. يا للسنفرة، إنها متجمدة. حقا يا قوي، طلب منا بابا سنفور أن نسرع، وهذا ليس الوقت المناسب للسنفرة. هيا خذ هذا. حسنا، أعطني هذا. أخذته. خذ. سنفروا. أسرع أسرع. المياه متجمدة، كلها متجمدة. هذا رهيب، هذا رهيب حقا. إنه رهيب فعلا بابا سنفور، كما أقول دائما، لا دخان من دون نار. النجدة، النار تفرقع الكستناء. سنفروا واحتموا. انتبهوا، سنفروا بحياتكم. كم أحب الكستناء المشوية. لا شيء، لم يعد لدينا شيء للأكل. لكننا سنستنفر من الجوع. بابا سنفور، ماذا سنفعل؟ اهدأوا الآن يا سنافري، لا تخافوا، سأفكر في شيء ما. آمل ذلك. وطبق من نبات الفشاغ المغطى بالكريمة المخفوقة والكثير الكثير من ثمر السنافر. شكرا لإعطاء الوحي يا أكول. بإمكاني الآن كتابة أهم وأكثر أعمال براعة، قصيدة إلى الجوع. عذرا يا رجل الثلج، لكن هناك واحد فقط منك والمئات منا. يا للسنفرة، سأصبح ضعيفا جدا الآن. أنا جائع جدا لدرجة أنني سأكل كرة ثلج. لا يمكنني ترك سنافري يموتون من الجوع. هناك شيء واحد لفعله.
سنافر صغار، بقي شيء واحد لفعله. علينا مغادرة قرية السنافر في الحال. مغادرة قرية السنافر؟ لكن ماذا سنسنفر؟ أنا أكره المغادرة. لا يمكن. أوه لا بابا سنفور، هذا بيتي. لا أريد أن أسنفر إلى أي مكان آخر. أعرف يا سنفورة، لكن مغادرة القرية أملنا الوحيد. إلى أين سنذهب؟ إلى الجنوب، علينا العثور على الطعام في الجنوب. والآن اجمعوا أغراضكم، لكن علينا السفر من دون أمتعة كثيرة. أحضروا فقط الضروريات. نحن جاهزون للرحيل يا بابا سنفور. حسناً يا غبي. يا لهذا المنظر المسنفر. إلى اللقاء أيتها القرية. علينا ذلك، وإلا تجمدنا من البرد. ابقوا معاً وتابعوا المشي. قصر، بسرعة بسرعة، اتبعوني. لا أسمع صوت أحد. يبدو القصر قديماً بابا سنفور، ربما هو مهجور. يبدو مهجوراً، لندخل إليه بسرعة. مخيف. لا شيء نخاف منه سوى الخوف نفسه يا غبي، لطالما قلت. لا تقلق يا مفكر، هذا صوت الريح فقط. لنحاول أن نجد بعض الأطعمة. أوافقك الرأي. ولكن لا يبدو هذا صوت ريح. صحيح يا مفكر، لكننا لم نقطع كل هذه المسافة لتخيفنا بعض الأصوات. سنفر إلى الأمام. ما هذا؟ سأهتم أنا به يا بابا سنفور، سأسنفر به الأرض، سوف... أرأيتم؟ ليس لديه فرصة أمامي. لا يبدو هذا مكاناً مناسباً لندخله بابا سنفور. ما هذا؟ أحدهم خادم. الأشباح؟ عرفت ذلك. لنسنفر من هنا. أجل لنهرب. أعرف أن لا وجود للأشباح مطلقاً، لكن ربما علي تفقد سنافر الصغار. لو قال بابا سنفور لا وجود للأشباح فلا وجود إذن للأشباح، لأن... ياي! ولكن مفكر، ما بك؟ ما الأمر؟ أشباح! لقد سمعت صوت أشباح! هل قال لك أحد إنك جميلة عندما تغضبين؟ اسمعوا، أحدهم يحب الموسيقى. لنأمل أنه يحب الطعام. إن كان شبحاً دعوني أهتم به، دعوني أمسك به. ما هذا؟ لقد كنت محقاً، لا وجود للأشباح. أنا لا أشم رائحة الطعام. وأنا لا أرى بابا سنفور في أي مكان. ربما أمسك الشبح به. أنا أكره الأشباح. بابا سنفور، أين أنت يا بابا سنفور؟ مفكر. ياي! مفكر، لما أنت كثير؟ مفكر. أرأيتم؟ لم يكن الشمعدان يطفو حقاً، البيانو القيثاري لم يكن حقاً يعزف وحده، وكذلك لا يوجد شبح داخل الفارس المقطوع الرأس. بالطبع لا، عرفت ذلك طوال الوقت يا بابا سنفور، لطالما قلت عليك التفكير جيداً قبل القفز.
والآن لو أمكننا التفكير في طريقة لجعل مضيفنا الغامض يكشف عن نفسه. مازح، هل حزمت كل ضرورياتك؟ أجل أجل بابا سنفور. مرحبا سيد فارس، أحضرت لك هدية. إنها مفاجأة. هل أنت بخير يا سيد؟ ها؟ سألتك إن كنت بخير. لا أعني بلى، أنا بخير، شكرا على سؤالك. من تكون؟ أنا بابا سنفور وهؤلاء هم. سنفور؟ ما هو السنفور؟ نعيش في الغابة وجئنا إلى هنا هربا من البرد على أمل أن نجد شيئا نسنفره. يسألون إن كان لديك أي شيء يصلح للأكل. للأكل؟ في الواقع هناك شبح حقيقي يعيش في هذا القصر ويسرق طعامي، لكن عندي شيء يمكنني تشاركه معكم. شبح حقيقي؟ ها هو. ليست قطعة كبيرة، لكن للأسف هذا كل ما أملك، فكل ما كان لدي اختفى بطريقة ما. عشاؤنا، لنلحق به. أيها الجرذ القذر، أعد إلينا الخبز حالا. يا سنافر، كيف سأشكركم؟ وجدتم كل ما سرقه هذا الجرذ اللص. نحن نشكرك على كرمك يا سيد بوباري. ألن تأخذوا ليرات ذهبية أو ماساً؟ لن أتمكن أبداً من تبذير كل هذا. لا شكراً، هذه الأشياء لن تفيدنا بشيء. الطعام هو كل ما نحتاج. إلى اللقاء يا سيد بوباري. سمعت ما قلته يا صديقي الصغير، من الآن وصاعدا سنتشارك الطعام. حسنا يا سنافر الصغار، بفضل السيد بوباري سنحتفل هذه الليلة. اعذرني يا بابا سنفور. أقول، ألست جائعا يا صديقي؟ في الواقع بصراحة يا بابا سنفور تناولت بعض الوجبات ونحن عائدون. حالفكم الحظ؟ لا شيء يا بابا سنفور. أوه بابا سنفور، الجفاف جفف كل شيء. أوه، لا يوجد أي شيء يؤكل في الغابة كلها. حسناً، ما زال مغرور وغبي يبحثان، قد يحالفهم الحظ، آمل ذلك. أوه، يا للهول المغرور، إن لم نجد طعاماً سريعاً فسيموت كل السنافر من الجوع. الجيد في الجوع الشديد أنه يبرز شكل وجهي الجميل. وكذلك عظامك. أنت محق، أو يا غبي، ماذا سنفعل؟ أعتقد أن علينا متابعة البحث عن شيء يؤكل. عجباً، تريد منا أخذ البلوطة. أوه، شكراً، لا يمكننا ذلك. أجل، عليك التفكير في صغارك. حسناً، إن كنت تصرين على ذلك. شكراً لك سيدة سنجاب. الطعام أخيراً. هيا لنأكل. مهلاً، ماذا عن السنافر الآخرين؟ أجل، الأفضل لنا أن نتشارك هذه البلوطة، هيا بنا. ولكن يا غبي، انتظر قليلاً، لما لا نأكل نحن حصتنا الآن؟ اهدأ يا مغرور، القرية على بعد خطوات قليلة و... لا تقلق، سأحضرها. النجدة! لقد اختفى. غبي، قل لي، هل أنت بخير؟ أجل، لكن البلوطة تدحرجت إلى هناك. علينا استعادتها. كف عن التذمر هالهول، نفد الطعام لدينا، لذا علينا تناول الحساء اللزج والتلذذ به. ياو ياو
أيها الهر المتذمر، لا مشكلة في هذا الحساء. أرأيت؟ ربما هو لزج جدا. اذهب. انتهى أمرنا هلهول، انتهى أمرنا. كانت هذه آخر كمية طعام في الغابة كلها. مياو مياو. مهلا لحظة، ما زال هناك طعام في الغابة. أجل أجل، سكاكر صغيرة زرقاء تدعى السنافر. وبما أنهم الآن يشعرون بالجوع، سيكون الإمساك بهم سهلا. مغرور، انظر، عشبا مسنفرة، الكثير من الطعام. رائع، لنذهب ونخبر بابا سنفور. بابا سنفور، بابا سنفور، وجدنا طعاما، الكثير من الطعام. إنه كهف مليء بالطعام وكله متجمد. حسناً يا سنافر، جهزوا أدوات الحفر وبعض العلب. حسناً. هناك شيء مألوف في هذا الخبر، لو أمكنني التذكر فقط. لا 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 لا. تعالوا أيها السنافر الصغار، العم شرشبيل معه مفاجأة لكم. هيا أخرجوا، أخرجوا من مخبئكم، هيا أسرعوا. إن لم أجدهم قريبا سأكون تعبا لأبحث عنهم مجددا. أعرف أن لديكما المزيد من البلوط على الشجرة، وأنا أموت جوعا. انظر انظر إلى كل هذا البلوط يا هلهول، سنشويه ونتناوله على الغداء. لن يمنعنا أي سنجاب هزيل من الحصول على البلوط. اختبئ. ربما من الأفضل أن نكتفي بصيد السنافر يا هلهول، إنه أقل خطورة. ها هو المكان، الطعام بوفرة. أحسنتما أيها السنفوران، هذا اكتشاف مذهل حقا. هيا لنبدأ بالحفر. أجل، دعوني أحصل عليها. أنا جائعة. هيا أجل. أتمنى فقط لو أعرف لما كل هذا يبدو مألوفاً. واو، لا أستطيع الانتظار لالتهام هذه التفاحة الحمراء الكبيرة. أو هذه البرتقالة الشهية. أو ثمر السنافر. أو هذه هذه نبتة الهدال. نبتة الهدال؟ نبتة الهدال؟ نبتة الهدال؟ إنه نوع من شيء غريب، أترون؟ هناك شيء ما في الداخل. الآن تذكر، هناك أسطورة سنافر قديمة عن غول سرق منذ زمن بعيد كل طعام السنافر، وبسبب أنانيته تجمد الغول في كهفه قبل أن يتمكن من أكل حبة ثمر واحدة. كل شيء سيبقى متجمدا حتى تشرق الشمس أخيرا على هذه الماسة المسحورة وتختفي الشعوذة. لكن نور الشمس لن يدخل أبداً إلى هنا، ولن نأكل أبداً. أوه مهلاً، ربما هناك طريقة لذلك. بابا سنفور، ماذا لو؟ شاطر، أنت عبقري. حسناً يا مغرور، أعطنا مرآتك. هكذا. أنا لا أفهم الأمر هلهول، لا أثر لهؤلاء السنافر التعساء في أي مكان، وكأن الأرض ابتلعتهم جميعاً. ماذا لدينا هنا؟ مرآة صغيرة للسنفور. ميو ميو. أجل أجل، وأنا أيضا أشتم رائحتهم. وهذه المرة لن يفلت منا. ميو ميو. إلى اليمين أكثر يا سنفورة، إلى الأعلى قليلا، إلى اليسار أكثر، والآن إلى اليمين، إلى الأعلى، هكذا. نجح الأمر، نجح الأمر. الليلة سنأكل كالسنافر شبعانين.
الكثير من الطعام وأروع جوهرة رأيتها في حياتي. أو رائع! يمي يمي! لا أستطيع الانتظار! أنا أكره الانتظار! حسناً يا سنافر، هذا يكفي، لنذهب! لكن يا بابا سنفور، الآن بدأنا بجمع الأطعمة! أقول؟ حسناً بابا سنفور! مفاجأة! شرشبيل! دعنا نخرج من هنا يا شرشبيل، وإلا حصلت على مفاجأة أكبر بكثير من تلك! لا تهددني أيها الحشرة الصغيرة، أنا من يعطي الأوامر الآن! كل هذا سيكون ملكي أنا وحدي. أولاً سأستمتع بجوهرتي الجديدة، ثم سأتلذذ بكل هذا الطعام. لذيذ، وسأترككم أنتم يا سنافر للتحلية. طعامي أنا. لقد حذرتك يا شرشبيل. إليك طعامك سيد غول، كنت أمزح فقط. ليس مضحكا. لا 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 أبدا، أنت محق، أوافقك الرأي، لكن كل هذا كان فكرة السنافر. لقد سرقوا كل الأطعمة، لو كنت مكانك للقنتهم درسا. إلى اللقاء. بسرعة! أرجو بحياتكم! لا يمكننا ذلك لأنه يسد مدخل النفق. ستدفعون الثمن. توقف يا غول. تعرف جيداً ماذا حصل آخر مرة كنت فيها أنانياً. أجل! لا تريد أن يحصل لك ذلك مجدداً؟ سأقول لك شيئاً، سأتشارك طعامي معكم. اتفقنا؟ اتفقنا. لنذهب يا سنافر. مهلا. خذوا الماس أيضا لأنها تجمدني. لا أثر لشرشبيل، لكن هذا لا يعني أنه ليس في الجوار، لذا انتبهوا جيدا يا سنافر الصغار. أكره الحطب المظلم. يا ولدي! والآن أيها السنافر، لا أملك أطعمتكم فحسب، بل قبضت عليكم أيضاً. كفى يا شرشبيل البشع. شرشبيل، أنت ترتكب خطأً كبيراً، هذه الماسة لا تسمح بالأنانية. لست أحمق بابا سنفور، أنت تريدها فقط لنفسك، لكنها لي الآن وكذلك أنت. ما هذا؟ ما هذا هلول؟ ماذا يحصل؟ أرأيت طمعك ينعكس علي. أنا أتجمد من البرد. لنصفر من هنا. أفسح المجال. بابا السنفور، رجع فك الشعوذة. هذا مستحيل، لكن لا تقلق يا شرشبيل، عندما تشرق الشمس على الماسة سيعود كل شيء إلى طبيعته. يبدو أنها ستمطر. مطر؟ المطر، انتهت فترة الجفاف. عجبا بابا سنفور، قد تمر أياما قبل أن تشرق الشمس من جديد. أجل، أليس هذا مسنفرا؟ حسنا يا سنافر، ارفعوا. أكره الرفع. أرجوك احمل لي صندوق العدة يا غبي. طبعا مفكر. رجلي، أحتاج إلى لقاح زهرة الثلج لأخفف من الورم، لكنه في المختبر. لا تقلق بابا سنفور، سوف أحضره لك. غبي، إنه خطأك أنت، من الأفضل أن تذهب وتحضر لقاح زهرة الثلج، وإلا لن يسامحك بابا سنفور. يا ويلي. يا
يا للهول، ها أنا يا بابا سنفور جئت بأسرع ما سأتولى الأمر من هنا يا غبي. أحضرت لك اللقاح بابا سنفور. لكن مفكر، هذا ليس عدلا، فأنا لقد سئمت من كل هذا. لا تقلق بابا سنفور، سأحضر لك المزيد من لقاح زهرة الثلج. لكن ليس في العالم كله إلا زهرة ثلج واحدة، وهي لا تزهر إلا مرة في السنة. في الواقع هي تزهر في هذا الوقت. قل لي فقط أين هي وأنا سأحضرها. أنا مسرور لشجاعتك يا مفكر، لأن زهرة الثلج التي أحتاج إليها موجودة في قمة جبل الجليد. جبل الجليد؟ تذكروا يا سنافر، يجب ألا تخطفوا زهرة الثلج. أحضروا فقط اللقاح، هكذا يمكن للزهرة أن تزهر مجددا كل سنة. حسنا يا بابا سنفور، هيا تقدموا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. رحلة موفقة، لن تذهب أبدا شجاعتكم. قوي، أنا عطشان وأنا نسيت أن أدخل الحمام، كما أنني لم أرتب سريري، هل يمكنني أن أعود؟ استرخي يا مفكر، لا شيء يدعو للقلق، لا شيء أبدا. اسمع قوي، أنا أشعر بأن أحداً ما يراقبنا. يراقبنا؟ حسناً، هذا يكفي يا سنفورة. لا أعرف، بدأ هذا المكان يخيفني أنا أيضاً. فلنجد لقاح زهرة الثلج ونرحل من هنا. أوه، انظروا، ها هي، أليست جميلة؟ آخر من يصل إلى زهرة الثلج يكون سنفوراً جليدياً. مهلاً، ولكن من أين جاءت هذه الحفرة؟ لا أعرف ولا أظن أننا نريد أن نعرف. لنحضر اللقاح ونعد إلى المنزل بسرعة. على مهل، انتبهوا، هيا. لا يمكنني الصعود أكثر. أنا خفيفة الوزن، حاول أن ترفعني. هذا خطير يا سنفورة، من الأفضل ألا. لا لا، أنا بخير. سنفورة! ماذا حصل؟ لقد اختفت سنفورة. لن ننساك أبدا يا سنفورة. أقل ما يمكننا فعله هو تحقيق أمنية سنفورة الأخيرة، إيصال هذا إلى بابا سنفور. أجل، صحيح. أجل، هذا صحيح. أفعل هذا. لا فائدة من ذلك، لقد علقنا. علقنا؟ عرفت هذا، عرفت هذا، بابا سنفور. فلتهدأوا كلكم. ها، يجب ألا يعرف بابا سنفور أننا نواجه مشكلة. يمكننا أن نرسل إشارات دخان. أتساءل ماذا يؤخر هؤلاء السنافر؟ كان عليهم أن يعودوا منذ وقت طويل. هل تتوقف عن العزف؟ أنا آسف بابا سنفور. بابا سنفور، انظر، إشارة دخان سنفورية من جبل الجليد، يحتاج السنافر إلي. بسرعة، أحضروا لي مزلجة. أرجوك أفلتني، أرجوك. أرجوك، لا أريد البقاء هنا، أريد أن أعود إلى أصدقائي. اسمع، أنا لا أنتمي إليك ولا أنتمي إلى هذا المكان، لذا أفلتني. لا تبكي، أقدر هديتك. الأمر أنني أتجمد من البرد هنا. شكرا، لكنني أتضور أيضا من الجوع. أوه.
لو كان بابا صنفور هنا. وصنفورة. اركضوا يا سنابر. اركضوا يا سنابر. نحن نركض. نحن نركض. إنه غاضب جدا الآن، ونحن عالقون فعلا. أملنا الوحيد هو في القتال الآن. هيا يا سنافر، فلنهجم عليه. ارحل من هنا. سنلقي عليك أيها الوحش. ابتعد هنا. هيا ابتعد. اهربوا من هنا. سافروا بحياتكم. أحسنتم يا سنافر، كدنا أن نصل. توقفوا، هذا هو المكان الذي كانت فيه زهرة الثلج، لكنها اختفت. وكذلك السنافر. مما يبدو حصل انهيار ثلجي هنا، ووقع السنافر المساكين كلهم إلى الأسفل. مسكين أقول، كانت معدتك تخر للمرة الأخيرة. ولن يوقع غبي بعد الآن خشبة على رجلي. إنهم سنافر الأعزاء. النجدة. 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 إنها بابا صنفور، كم نحن سعداء برؤيتك. تفضل، لقد أحضرنا لك زهرة الثلج. هذا رائع، والآن لنلحق بالوحش لنجد صنفورة. سأداوي رجلي خلال ذلك. رجل الثلج، للمرة الثانية تنقذ حياتي. ماذا حصل لرجلك يا مسكين؟ ها هو، لابد من أن سنفورة في الداخل. لا تقلق، سنقضي عليه الآن. هجوم. مهلا، إلى أين تأخذني؟ عد إلى هنا أيها الجبان. لقد علق. هيا تعال إلى هنا، أعطنا صنفورة. هيا سنقضي عليك. توقفوا كلكم، أنتم تخيفون. لكن وحش الثلج هذا ليس شريراً، إنه وحيد فقط ويريد مني أن أبقى هنا. يا وحش الثلج، نحن لا نريد أن نؤذيك. لقاح زهرة الثلج هذا سيشفي لك رجلك المتورمة. لكن كما تعرف يا صديقي، لا تنمو زهرة الثلج إلا في الجليد والثلج، ولا تعيش سنفورة إلا في قرية السنافر الدافئة. كما زهرة الثلج، لا يوجد إلا سنفورة واحدة في العالم كله. والآن ها قد خسرنا يا صديقي زهرة الثلج. واو، أزهار الثلج. تذكروا، لا تأخذوا إلا ما نحتاج إليه. شكراً لك لأنك شاركتنا أزهار الثلج. أيمكننا أن نعود سنة مقبلة حين تزهر مجدداً؟ وهذا يعني أننا سنرى بعضنا كل عام. إلى اللقاء. اليوم نكرم هؤلاء السنافر الذين خاطروا بحياتهم بحثاً عن زهرة الثلج. نحن مسرورون بعودتكم إلى المنزل. أهلا بكم. وأنا ظننت أنك مت. لا، لكن الطعام نفد مني.
أتريد المزيد من الحلوى؟ المزيد من الشراب؟ لا أمانع شيئاً. لدي مفاجأة لك يا بابا سنفور. أجل يا مازح، على الرغم من كل شيء من الجيد أن تعود الأمور إلى طبيعتها. أكان يومكم شاقاً في الحقل يا سنافر؟ لقد حزرت يا شاطئ. هذا مثنفر، أشعر بالتعب. لا تعرف الثنفرة هذا الأمر. أكره الأيام الشاقة. مهلاً، ماذا جرى لكسول؟ كان من المفترض أن يساعدني وغضبان على حصد ذرة السنفور مزارع. هل نديتني قوي؟ أنا أكره كسلان. استغرقني ملء عربة واحدة بتوت السنافر ساعة كاملة. يجب أن يكون هناك طريقة أفضل. بل طريقة أسرع. طريقة أسهل. أجل، ليتنا نعرف ما هي. طريقة أفضل، طريقة أسرع، طريقة أسهل. يا أصدقاء السنافر، لقد بنيت آلة جديدة لتساعدنا في الحقول. أطلقت عليها اسم آلة القطف السنفورية. كيف تعمل يا شاطر؟ سوف أريك بابا سنفور. كان للسنفور مالك مزرعة وفي مزرعته كان توقف. أرأيت بابا سنفور؟ إنها تقطف كل شيء، الذرة وتوت السنافر. أعترف بأنها آلة سنفورية يا شاطر. ستنقل كل شيء مباشرة إلى المنزل ليطبخ. شاطر، أظن أن آلتك هذه ستكتسب شهرة كبيرة. هيا سنفري بسرعة، سنفري بسرعة يا سنفورة، ستصل الآلة قريبا مع حمولة أخرى. أنا أسرع أقول، أنا أسرع. تحرك يا قوي، هيا تحرك. أنا أسنفر بأسرع ما يمكنني أقول. أكره أن أسنفر بأسرع ما يمكنني. أوه لا، وصلت. مرحبا جميعا، هل كل شيء مسنفر مع آلة القطف؟ مسنفر جدا يا شاطر. أكره الآلات. شاطر، بحق السنافر نحاول أن ننام. أنا آسف بابا سنفور، سأحاول ألا أصدر صوتا. فلتفعل أرجوك. أنا آسف بابا سنفور. شكرا يا منسجم. يا أصدقاء السنافر، سأكشف أمامكم الآن اختراع الأحدث والأروع. إنه غاية في السنفرة. إنه سنفوري جدا. عجبا يا للسنفرة. إنه يسنفر دهشة. إنه ما هذا؟ إنها آلة مسنفرة لصنع الطعام. بالطبع، إنها آلة مصنفرة لصنع الطعام. ماذا ظننتم إذن؟ عرفت ذلك على الفور. قلت في نفسي مفكر، إنها آلة. ماذا أفعل إن كنت فهيما؟ انظر جيدا يا سنافر. شاطر، في حياتي كلها لم أسنفر شيئا كهذا من قبل. شكرا بابا سنفور، لن نضطر بعد اليوم إلى تحضير الطعام. أوه، هذه ليست جيدة أبدا. مغرور، ما خطب هذه الحلوى؟ إذا لم تتذوقها أخشى أن ألوان قطع الحلوى تتعارض وألوان يا سنفورية المفضلة. أنا أنتظر شيئاً زهري اللون.
أكول، ما خطب طعامك؟ لا أقرر ما سآكله. لكن يجب ألا ترميه. لماذا؟ هناك الكثير من الطعام. لكن هذا ليس... النجدة، فليساعدني سنفور. النجدة، النجدة، النجدة. أيها السنافر، افعلوا شيئا. سوف أنقذك. إنها آلة ممتعة. ماذا يسنفر هنا؟ النجدة. يا للهول، هل جميع السنافر بخير؟ بالطبع، السنافر كلهم بخير بفضل أنا أحافظ على هدوء فيما يفقد الجميع أعصابهم. هذا ما يقدره بابا سنفور فيا. يقول دوما إنني ولدت لأكون قائدا. انظروا إلى كل هذا الطعام المرمي. لا تسنفر شيئا بهذا الخصوص شاتر، لدينا الكثير من الطعام، هذا ممتع. أجل، كان ذلك فعلا. لن أنسى أبدا تلك النظرة على وجه مفكر. ما هذا؟ يبدو أن السنافر يعتادون عادات سيئة. لا مزيد من الذرة أيها السنفور مزارع. تم حصدها كلها يا شاطر، ولن تنمو مزروعات أخرى إلا بعد مرور بضعة أشهر. تلك الآلة التي اخترعت بارعة في القطف. بضعة أشهر؟ من الأفضل أن أتفقد حقل التوت. يا للسنفرة، لم يبقى كذلك حبة توت. أكول، 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 كم من الطعام خزنت؟ ها؟ ولكن ألم تخزن شيئاً؟ لا، أتوقع وصول حمولة أخرى في أي لحظة. خزن ما أمكنك، يكاد الطعام ينفد. أوه لا لا لا، زهري فاقع. يا للهول، هذه ليست جيدة أيضا. مغرور، مغرور، أهذا كل ما تبقى عندك من طعام؟ في الوقت الراهن، لكنني طلبت المزيد منذ قليل. خزن ما أمكنك من طعام، يكاد ينفد من عندنا. هذا مضحك، لكنت ضحكت لو أن التجاعيد لا تظهر. ياهاي، مستعدون؟ سأمسك بها، سأمسك بها. ماذا تفعلون يا سنافر؟ إنها لعبة جديدة سنفرتها شاطر، كرة الطعام. تريد أن تلعب؟ كرة الطعام؟ هل سنفرتم عقلكم؟ لا يمكننا رمي الطعام. سنفر من هنا شاطر، نحن نريد أن نلعب. لكن يجب أن تتوقفوا، لقد نفد الطعام. هناك الكثير من الطعام. لا تقلق حيال هذا شاطر. أنا أكره الطعام. أجل، هذا سيسنفر جيدا. بابا سنفور، بابا سنفور. أجل، ما الأمر يا شاطر؟ يجب أن تكلم الآخرين بابا سنفور، إنهم لا يستمعون إلي. نفد الطعام. لكن ماذا عن الطعام الذي تعده تلك الآلة المسنفرة؟ تم رميه، لم يتبقى توت سنافر. المخزن فارغ، وقال لي سنفور مزارع إن المزروعات لن تنمو قبل أشهر. أنا واثق من أنك تسنفر هباء شاطر، والآن دعني أعود إلى العمل. لكن بابا سنفور، أنا... ليس الآن، تحدث إلي لاحقا. تماما على الموعد. مهلا، أين طعامي؟ مهلاً، أين بيضي؟ ألا تصنع الطعام قادمة؟ ألا تصنع الطعام راحلة؟ مهلاً، توت السنافر. مهلاً، إلى أين أنت ذاهب؟ سنفر إلى هنا. نسيت أن تسنفر لي بعض الطعام، أنا جائع. ما المصنفر؟ لم أحصل اليوم على الطعام. أنا أيضاً. ماذا حصل؟ أين الشاطر؟ تعال معي يا غبي، أعرف ما العمل. مفكر، قد يكون شاطر على حق، لربما لم يتبقى أي طعام. لا، إنه يختلق الأعذار فقط لأن الآلة المصنفرة لصنع الطعام للسنافر لا تسنفر جيداً. ما يحتاج إليه هو ميكانيكي بارع مثلي ليصلحها. والآن لنرى. لا يبدو هذا جيداً. ربما عليك أن تنتظر قدوم شاطر يا مفكر. لا تكن سخيفاً غبي، أعرف تماماً ما أفعله.
أظن أنه من الأفضل أن نسنفر من هنا. غبي، أنت تفاجئني. ألا تريد سماع رأيي بشأن ما علينا فعله؟ حسناً، طبعاً مفكر. ماذا في رأيك علينا أن نفعل؟ أظن أنه علينا أن نسنفر من هنا. مفكر، أنت إذن من كسر لي الآلة المسنفرة لصنع الطعام. لا، كنت أحاول أن أصلحها. حبة توت سنافر واحدة. أهذا كل ما تبقى من طعام؟ كيف يعقل أن يأكل 100 سنفور هذه الحبة؟ يمكننا أن نتقاسمها. حسناً، ربما على أحد السنافر أن يأخذها ويخزنها. أنا سوف أفعل هذا. لا، سوف تسنفر آلتي. اركضوا يا سنافر، اركضوا. عملي كله ضاع. ربما يمكنني المساعدة. بابا سنفور، لكن ما الذي بإمكانك فعله؟ تعالوا معي يا سنافر الصغار. بابا سنفور، لما لم تقل لي إنك تخزن كل هذا الطعام؟ قد يكفينا لأسابيع. أردت أن يتعلم الآخرون درساً يا شاطر، وآمل أن تكونوا قد تعلمتم درساً. أجل بابا سنفور. وفي المرة المقبلة التي سيبني فيها شاطر آلة، أعرف أنكم ستستعملونها بحكمة. أجل بابا سنفور. حسناً إذن يا سنافر الصغار، بل نأكل. يا له من صباح جميل. مرحبا خائف. قصيدة الخريف. كم أحب هذا الوقت من السنة. ألوان سنفورية، السماء صافية عندما تذوب الأوراق كالشموع. أبدأ ذرف الدموع. أنا أكره الشعر. صباح الخير وسخ. صباح الخير بابا سنفور، أحسنت فعلا. يا لها من ذبابة ذكية، صحيح وسخ؟ شكرا بابا سنفور، تقوم بالمصافحة. أتريد المحاولة؟ لا شكرا لك يا وسخ، مرة أخرى. اجلسي يا ذبابة، تري يا ذبابة، تدحرجي يا ذبابة. أنا أشتم الثلج في الهواء وأنف ملاحق لا يخطئ أبدا. أجل تشيبي، تبدو عاصفة سيئة، من الأفضل أن أحذر الآخرين. اسمع يا قوي، لا يمكنني التحدث. نحن نلعب الكرة، خذ التقطها. عجبا، يا له من يوم مناسب للنزهة. أقول كسلان، انتظرا. ليس الآن ملاحق. لا 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 لا. رسام، هناك عاصفة قوية. يا ملاحق، انظر، إنه اليوم الأمثل لرسم أوراق الخريف. ماذا؟ الأوراق؟ ستهب عاصفة قوية. هل قلت عاصفة قوية ملاحق؟ بابا سنفور، أنفي لا يخطئ، أسنفر عاصفة قوية قادمة إلينا. قد تكون محقا، من الأفضل أن أتفقد الرزنامة. مرحبا خياط، هل تسنفر لي معطفا جميلا من قطع الفرو هذا؟ بهذه لن يكون المعطف جميلا. هذا لا يهم، أنا أستعد للعاصفة. العاصفة؟ هل أنت مجنون؟ سأمر لأخذه الليلة. إلى اللقاء. هل قال عاصفة؟ هذه القرية مليئة بالمجانين. في سنة السنفور السابع؟ ملاحق على حق، ستهب قريبا عاصفة ثلجية. أصدقاء السنافر، يقول بابا سنفور إن عاصفة ستهب باكرا هذه السنة، وعلينا أن نستعد على الفور. كما أن لا أعتقد أن الشتاء قد حل بعد. أكره أعمال الشتاء.
الجو حار لنعمل فلنذهب للسباحة. أجل، فكرة جيدة، يمكننا أن نسنفر الذرة لاحقا. بابا سنفور طلب أن نقوم بأعمال الشتاء. أتظن أنها ستمطر والشمس مشرقة مفكر؟ الواقع الآن وقد ذكرت الأمر، لا، فالسماء زرقاء والغيوم عالية وأشعة الشمس. مهلا، انتظروني. لا 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 لا. أوه، الجو حار جدا. أيها السنافر، يجب أن نستعد للعاصفة القادمة. أوه، ملاحق. من أين حصلت على معطف الفرو هذا؟ ما هذا يا ملاحق؟ هل أنت مزرعة متنقلة؟ اضحكوا قدر ما شئتم أيها السنافر، لكن الثلج سيتساقط في الغد. كان ملاحق على حق، وصل الشتاء باكرا. آمل أن يكون السنافر قد استعدوا. أوه، إن عقلي المدهش متجمد. أنا أكره البرد. كمية الثلج هذه مخيفة جدا. أنا قادم. عجبا، ما كل هذه القمامة؟ هل قال أحد قمامة؟ أنا قادم، أنا قادم. صباحكم مثلج أيها السنافر. أنا أكره المتزلجين. يا للهول، آمل أن يكون شاطر في المنزل لأسنفر منه القليل من الخشب. ملاحق ذاك يفقدني صوابي. بابا سنفور، البرد قوي جدا. لا، إنه قارس جدا. أفترض أن أحدا لم يهتم لقصيدة البرد. يا للسنفرة، أشعر بالبرد ولوني أصبح أزرق. لكن لونك أزرق في الأصل مغلول. ألن يجعلكم دافئين كل الخشب المخزن للشتاء؟ حسنا، لقد نفد من عندنا بابا سنفور. نفد من عندكم؟ لقد قمتم بالأعمال كلها التي طلبتها منكم، صحيح؟ حسنا، لا بابا سنفور، لم ننهيها كلها. لقد غفوت. كان يوما مشمسا. لقد ذهبنا في نزهة. هدوء. ادخلوا ادخلوا، أريد أن أعرف ما هي الأعمال التي قمتم بها. أحضرت لك مفاجأة صديقي ملاحق. شكرا جزيلا لك يا مازح. يا للهول، هاي، أعد إلي معاطفي. هذا ليس مضحكا يا مازح. مرحبا يا خائف، هل رأيت مازح؟ آسف. مفاجأة لك يا خائف. ما كان عليك ذلك، لكن أهلا، عد إلى هنا. توقف توقف. خائف خائف، ماذا تفعل بمعطف ملاحق؟ معطف ملاحق؟ لكنني يقول بابا سنفور يجب أن نتشارك الأشياء، لذا أعطني هذا المعطف، لأن بابا سنفور يقول لا، لن تأخذه أنت مفكر. أفلته يا قوي، لقد رأيته أولا. سأبدو رائعا فيه. أفلته. لا، بابا سنفور، نحن مصابون كلنا بالزكام. لا تقلقي لا تقلقي، إن القليل من الزكام ليس بشيء لا يمكن للشاي المسنفر علاجه. يا للسنفرة، هذا كل ما تبقى منه. مفكر، هل سنفرت القليل من الشاي الطازج من الغابة كما طلب؟ أنا بابا سنفور؟ كنت منشغلاً فطلبت من كسلان أن يفعل. وأنا كنت منشغلاً بالنوم فطلبت من قوي. كان هذا عملك أنت وليس عملي. هدوء. والآن بسبب إهمالكم أنتم جميعاً معرضون للإصابة بالمرض، إلا إن حصلنا على المزيد من الشاي المسنفر. مرحبا ملاحق، نحتاج إلى مساعدتك. السنافر مرضى وقد نفد مني شاي المسنفر. لسررت بمساعدتك بابا سنفور، لكن بعض السنافر المزعجين أفسدوا لي معطف الفرو خاصتي. أنت تحتاج إليه لتخرج في هذا الطقس البارد.
صنفور التالي؟ لكن بابا صنفور أنا أشعر بالبرد، هذا ليس عدلا، وأنت تقول دوما إن... اسكت مفكر. أو لا، ستتجمد أظافري. إذا ماذا ظننت التالي؟ لقد صنعت لي معطفا رائعا خياط. ماذا توقعت؟ أعرف عملي جيدا. نحن نعتمد عليك لتجد لنا المزيد من الشاي المسنفر ملاحق. أصيب كل سنفور بالمرض ما عداك أنت. وأنا لا تقلق يا بابا سنفور، لن أفشل أبدا. الشاي المسنفر، الشاي المسنفر، أعرف أنك هنا. آها، علينا إيجاد الطعام بسرعة هلول. ما هذا؟ دعني أفكر، إنها أثر أقدام صغيرة. آها، قد انتهت مهمة الشاي المسنفر. مرحبا وإلى اللقاء. أمسك به هلول. أنا أراه هلول. لا لا، أنا أمسك به. أمسكت بك أيها الصنفور الضعيف. عجبا عجبا، إنه يقاوم فعلا لكنه لا يضاهى. إلى اللقاء يا شرشبيل، يوما سعيدا. إنها قطعة الخشب الأخيرة، آمل أن يعود ملاحق سريعا، وإلا لن نعود بحاجة إلى الشاي. لدي ما يمكننا حرقه بابا سنفور، إنه مستوعب القمامة خاصتي. حسنا، شكرا لك سنفور وسخ، لكن عدن خشب، لحاء، أغصان، أوراق، غبار، نفايات، عظام سمك، والقليل من كل شيء. هذا لطف منك وسخ، شكرا لك. أنت على الرحب يا بابا سنفور. أفسح لي المجال وأزيل العفن. هل قال أحدهم عفنا؟ مرحبا، إليكم الشاي المسنفر. سيكون اليوم حارا يا أصدقائي السنافر. هل قال يوما حارا؟ لابد من أنه يمزح. ما الذي يسنفره؟ سنفور ملاحق مستعد دوما.